سلام جميعا، كيف حالكم؟ معكم يارا حماد، ماجستير كيمياء من الجامعة الأردنية. زي ما بتعرف رابط أكاونت على انستغرام موجود بالدسكريبشن، فاللي عنده أي استفسار بقدر يعمل لي فولو، يبعث لي مسج بسؤاله أو يترك لي كومنت تاني لحتى توصلكم فيديوهات تكملة المادة. ما تنسوا تعملوا سبسكريبشن وتشغلوا نوتيفيكيشن لقناتي على اليوتيوب. طيب اليوم رح نبلش بشابتر 5 اللي هو بحكي لي عن الغازز. تمام، هلا أي غاز بالدنيا احنا بنعرف انه في عندي 3 باراميترز بتحكموا فيه: بريشر، فوليوم، وتمبريتشر. تمام، فأي غاز بالدنيا أهم باراميترز، أو لما أحكي عن غاز الأشياء اللي بحكي عنها هي البريشر للغاز، الفوليوم لإله، والتمبريتشر تبعته. طيب نيجي نحكي عن البريشر. البريشر بالعادة إله كذا يونت، إما أتموسفير، باسكال، مليمتر ميركوري، في عندي كمان التور الى اخره، في كذا يونت. ودائما اذا طلب منكم تحولوا من يونت ليونت لازم يعطيكم الكونفرجن فاكتور، بنحول بالطريقه اللي تعلمناها بتشابتر 2. الفوليوم، او قبل ما نيجي على الفوليوم خلينا نحكي كيف ممكن نقيس البريشر. في عندي اداتين لقياس البريشر، الاولى هي الباروميتر. تمام، الباروميتر هاد بيقيس لي البريشر للاتموسفير، الاتموسفيريك بريشر بنحكي. تمام، او بريشر، خلينا نكتب نكملها دقيقة. اما عندي جهاز تاني، ديفايس تاني اسمها المانوميتر، هاي بتقيس لي البريشر لليكويد. تمام، داخل كونتينر، بريشر اوف ليكويدز، يعني او بريشر اوف ليكويدز او غازز عادي، سوري، بريشر اوف ليكويد او غاز داخل كونتينر اوف ليكويد اور غاز. تمام، بس ايش هدول؟ بيكونوا داخل كونتينر. طيب نيجي للفوليوم. الفوليوم اما ليتر او مليليتر، تمام، حسب السؤال شو بكون طالب مني، بقدر استخدم هاي او هاي. التمبرتشر دائما وابدا بتكون بالكلفن، التمبرتشر هي الوحيده اللي ما بقدر اتلاعب فيها، دائما اليونت تبعتها ثابته وهي الكلفن. اما الفوليوم ممكن تكون لتر او ملي لتر، ام والبريشر ممكن يكون اتموسفير، باسكال، مليمتر، ميركوري، تور الى اخره، بس التمبرتشر دائما بالكلفن. طيب هلا بدنا نعرف شو افكت كل واحد من هدول البارامترز على الغاز. فمشان هيك شو عملوا العلماء، كانوا احنا عندنا 3 بارامترز كمان مره بي في تي، هلا حتى يعرفوا العلماء شو اثر كل واحد من هدول البارامترز، تمام، صاروا يثبتوا واحد منهم ويدرسوا اثر التنين اللي ضلوا. فعندي اول عالم اسمه بويل، طلع عندي اعطاني بويلز لو. تمام، شو عمل؟ ثبت لي التمبريتشر، معناها انا عندي هون كونستانت تمبريتشر تي. تمام، ودرس العلاقه بين البريشر لاي غاز مع الفوليوم تبعه، وطلعت معه انه العلاقه بين البريشر والفوليوم علاقه عكسية. تمام، يعني كل ما زدنا البريشر كل ما قل الفوليوم، او لما كل ما نقلل البريشر راح يزيد الفوليوم، فالعلاقة بيناتهم عكسية. طيب القانون اللي طلع معه هو P1V1 equals P2V2، هاي هي الفورمولا تبعت بويلز لو. كمان يعني بقولكم اشي، هاي الفورمولا انتم مو مضطرين، يعني اذا ما حفظتوها او حفظتوها ونسيتوها بالامتحان، كمان شوي لما نيجي على الايديال غاز لو راح اعلمكم طريقه كيف تعملوا، كيف تطلعوا هاي الفورمولا من الايديال غاز لو بحال انكم انسيتوها او ما بدكم تحفظوا، بتقدروا تشتقوها بكل سهوله. تمام، طيب فكمان مره بويلز لو طلعت معه انه العلاقة بين البريشر والفوليوم علاقة عكسية، كل ما زاد البريشر كل ما قل الفوليوم أو بالعكس، وهاي الفورمولا تبعته. وإذا بدنا نرسم رسمة تقريبية لعلاقة البريشر بالفوليوم بتكون عند الرسمة، لو حطينا هون البريشر وهون الفوليوم رح تكون عند العلاقة عكسية. تمام، فهون عند البريشر القليل بيكون الفوليوم عالي، كل ما أزيد البريشر كل ما الفوليوم قاعد بقل. طيب ناخد مثال على بويلز لو. هذا السؤال بيحكي لي: A volume of air occupying 12 decimeter cube at 98.9 kilopascal is compressed to a pressure of 119 kilopascal. The temperature remains constant. What is the new volume? تمام، حكينا constant temperature معناها Boyle's law اللي هو P1 V1
equals P2 V2. طيب P1 معطيني إياه 98.9 times V1 هي 12 equals B2 119 times V2. هلا قبل ما نحل السؤال أو قبل ما نطلع قيمة ال V على طول، ال volume sorry ال pressure زاد، معناها ال volume راح لازم يطلع عندي أقل من 12. ليش؟ لأنه لما أزيد ال pressure بقل ال volume، فراح أقسم هون على 119 على 119، بطلع معي الأنسر V2 equals 9.97 ديسيمتر كيوب. تمام، فهون هاد يعني جواب منطقي انه الفوليوم لازم يكون عندي اقل من 12 ديسيمتر كيوب. وكمان مرة بدي انبه شغلة اليونتس بهاي ببويلز لو واللي بعده، اذا ما طلب مني اغير اليونت بحافظ عليها مثل ما هي، ما عندي شروط على يونتس باختصار. طيب هلا لو اجينا احنا قبل شوي بويلز لو عندي تي في وبي، تمام، ببويلز لو ثبتنا التمبريتشر وغيرنا البريشر والفوليوم. طيب هلا خلينا نثبت البريشر ونشوف شو العلاقه بين التمبريتشر والفوليوم. مثل ما بنعرف احنا كل ما زدنا التمبريتشر كل ما زاد الفوليوم، معناها العلاقه بيناتهم طرديه. تمام، كل ما ازيد التمبريتشر الفوليوم راح يزيد at constant pressure طبعا. وهذا الاشي او هدول البراميترز او هاي الاكسبيرمنت اللي درسها هو العالم اسمه تشارلز. تمام، اعطاني اشي اسمه تشارلز لو. تمام، طب اذا بدنا نمثله بعلاقة رياضية، بما انه كل ما اغير التمبريتشر الفوليوم راح يتغير، فبقول التغير او خلينا نكتبها تي فاينل على تي انيشال equals في فاينل على V initial. تمام، يعني مقدار التغير بالتمبرتشر هو نفسه مقدار التغير بالفوليوم. هلا بالكتاب مكتوب بطريقه تانية عادي ما بهم، بس بنعمل ري ارينجمنت بيطلع معي الفورمولا تبعت الكتاب. تمام، فكمان مره مقدار التغير بالتمبرتشر بيساوي مقدار التغير بالفوليوم. واذا بدي امثله بعلاقه رياضيه راح تكون عندي هيك، هون عندي التمبرتشر هون عندي الفوليوم، فالعلاقه عندي لينير. طيب كمان مرة هون التمبريتشر لازم تكون عندي بالكلفن، فخلينا ناخذ مثال. هذا السؤال بيحكي لي A chemical reaction produces 4.38 ديسيمتر كيوب of O2 at 19 سلسياس and 101 كيلو باسكال. What will be the volume at 25 سلسياس and 101 كيلو باسكال؟ هون عندي constant pressure، معناه على طول هذا تشارلز لو اللي هو T final على T initial equals V final على V initial. كمان مرة ننتبه إنه temperature لازم تكون بالكلفن، فعندي T final هي 25. تمام، فهون خلينا نحولها 25 plus 273 بيطلع معي هاي T2 equals 298، T1 equals 19 plus 273 بتطلع عندي 292. تمام، هاي T1 باجي بعوض هون 298 over 292 equals V final. أنا بدي أحسبه على V initial اللي هي حتكون 4.38. طيب هاد على الكالكوليتر، أو خلينا نوجدها بوان ستيب، بس رح أضرب هون ب 4.38، أو خلينا نعملها ستيب باي ستيب أحسن مشان تكون امور واضحة. هاي الفاليو على الكالكوليتر بتطلع، هاي بتطلع عندي 1.02. تمام، راح اضربها ب 4.38 بتطلع عندي الجواب على الكالكوليتر VF equals، خلينا نشوفها، طلع عندي 4.47 ديسيمتر كيوب. ومنطقي انه يزيد، ليش؟ لانه زدت التمبريتشر. طيب هلا لو بدي اجمع بويلز لو وتشارلز لو بقانون واحد اسمه الكومبايند جاز لو، تمام، كومبايند جاز لو، هاد يعني اول شيء انا قاعد بجمع بويلز لو وتشارلز لو، غيرك انا قاعد بدرس الافكت للبريشر والفوليوم والتمبرتشر مع بعض بنفس الوقت. هون انا ما عندي اي شيء كونستانت، بس بدي اجمع بويلز لو وتشارلز لو بقول P1 V1 over T1 equals P2 V2 over سوري اه صح T2. تمام،
هذا هو الكومبايند جاز لو لما اجمع البويلز لو مع تشارلز لو. الاشتقاق ما بهمنا، بهمني بس اعرف الفاينل فورمولا. وكمان مره هاي الفورمولاز انتم بحال نسيتوها او مش حابين تحفظوها، لما نجي الايديال جاز لو راح اعلمكم كيف تشتقوها بكل سهوله بالامتحان. فخلينا ناخذ مثال على الكومبايند جاز لو. طيب هون بقول لي what will be the final pressure of into gas has volume of 950 meter cube at 745 torr and 25 celsius if it's heated to 60 celsius and gave the volume a volume of 1150 meter cube. طيب على طول هون يعني كيف بدكم تميزوا بين بويلز لو وتشارلز لو والكومبايند جاز لو؟ اذا كان معطيني بس بريشر وفوليوم على طول هاد بويلز لو، تمام. طيب اذا كان معطيني تمبريتشر او فوليوم معناها هاد تشارلز لو، واذا كان معطيني التمبريتشر والبريشر والفوليوم معناها على طول هذا الكومبايند جاز لو. فرح اكتبه او هو مكتوب هون بس انا رح اعوض فيه، بقول بي 1 كان معطيني اياه 745 تور. كمان مرة اليونتس تبعت الفوليوم والبريشر ما عليها ريستريكشن، ما عليها شروط الا اذا السؤال كان طالب مني احول، بس التمبريتشر دائما لازم تكون بالكلفن. فهون تايمز في 1 اللي هي 950 متر كيوب اوفر تي 1 25 زائد 273 بيطلع عندي 298 equals B2 بدي أحسبها V2 1150 على T2 اللي هي 60 plus 237 بيطلع معي 333. طيب هاد كلياته الجزء على الكالكوليتر بيطلع طلع معي 2375. طيب رح أضرب ب 333 وبعديها أقسم على 1150، تمام. رح أعملهم بون ستيب، كمان مرة رح أضرب ب 333 وأقسم على 1150 بيطلع معي البي 2. طلع معي بي 2 equals 687، تمام. طبعا تور وحدته. مثال تاني هون بقول لي a sample of into gas at 23 celsius and 746 millimeter mercury has a volume of 10.1 centimeter cube. What is the volume of into at 0 celsius and 760 millimeter mercury؟ على طول لما يكون معطيني temperature و pressure و volume بنفس السؤال بعرف انه هذا ال combined gas law اللي هو P1 V1 over T1 equals P2 V2 over T2. طيب B1 معطيني إياها 746 times V1 10.1 over T1 هكذا لازم تكون بالكلفن، فرح أضيف عليها 273 بتصير عندي 296 equals P2 760 times V2 بدي يعني أحسبها على T2 اللي هي 0 plus 273 بيطلع عندي نفس الرقم. طيب هاي على الكالكوليتر كاملة بتطلع، هاي طلعت معي على الكالكوليتر 25.4، تمام 25.4 5. خلينا ناخدها 4 digits. بعد هيك راح أضرب ب 273 وأقسم على 760، تمام بطلع معي الفاينل انسر، بطلع عندي V2 equals 9.14 طبعا سنتيمتر كيوب. طيب